طيب، السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هحاول اشرح الاجايل سوفت وير انجينيرنج كونسبتس، ونتكلم على الكونسبت ده وهو ايه فايدته وبنستخدمه ليه وكده يعني. طيب، هنا هنبدا بالسلايد الاولى. بيقول لك اجايل سوفت وير انجينيرنج هو سوفت وير برودكتس must be brought to market quickly so rapid سوفت وير development and delivery is essential. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السوفت وير برودكتس لازم ان هي تنزل السوق بسرعه جدا وبشكل سريع. عشان ايه؟ عشان تقدر ان انت تاخد شير من الماركت ده، والشير ده ما يبقاش شير قليل، لان انت لو حد نزل قبلك بنفس الفكره خلاص هو هيليد عليك وهياخد الشير بتاع الماركت وانت هتكون نازل متاخر. ففكره ان انت تنزل بالبرودكت بتاعك بسرعه جدا دي حاجه اساسيه في السوفت وير برودكتس. طيب، بعد كده بيقول لك virtually all software products are now developed using an agile approach. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان اغلب السوفت وير برودكتس دلوقتي بقت شغاله بالاجايل ابروتش. يعني طيب، agile software engineering focuses on delivering functionality quickly, responding to changing product specifications and minimizing development overheads. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك ان الاجايل سوفت وير انجينيرنج بتركز ان هي توصل لك الفانكشن بتاعتك بشكل سريع، وان هي تقدر ترد على التغيرات اللي بتحصل في السبيسيفيكيشنز بسرعه، وتقلل المشاكل اللي بتحصل في الديفلوبمنت يعني. طيب، بيقول لك a large number of agile methods have been developed. There is no best agile method or technique. It depends on who is using the technique, the development team, and the type of product being developed. يعني ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا حاجة. وهنا بيقول لك ان في طرق كتير جدا للاجايل. الاجايل ده كونسبت، وانت الكونسبت ده بتبدأ تستخدمه بطرق مختلفة، فمفيش طريقة احسن من طريقة. في حاجة اسمها ايه الحاجة اللي انا بستخدمها، وايه الحاجة اللي انا عايز اطبق عليها الاجايل، ومين الناس اللي انا عايز اطبق عليهم الكونسبت ده. كل تيم او كل برودكت بيختلف من برودكت لبرودكت ومن تيم لتيم، فكل ميثود بتختلف من برودكت لبرودكت وتيم لتيم. فما ينفعش مثلا الميثود الاولى مثلا ممكن تنفع مع تيم 1 بس ما تنفعش مع تيم 2، ممكن تنفع مع برودكت 1 بس ما تنفعش مع برودكت 2، وهكذا. فما فيش حاجه اسمها بيست اجايل ميثود. هم عباره عن شويه تكنيكس وميثودز انت بتحاول تطبقهم عشان تطلع بايه، بيست بروفيت. طيب، بعد كده انا تعالى بقى نتكلم على الاجايل ميثودز. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك بلان دريفن ديفلوبمنت ايفولف تو سبورت ذا انجينيرنج اوف لارج لونج لايف تايم سيستمز such as aircraft control systems where teams may be geographically dispersed and work on the software for several years. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا بيقول لك ان انت عندك كونسبت اسمه بلان دريفن ديفلوبمنت. ده فكرته ان انت تشتغل على لارج لونج لايف تايم سيستمز، يعني السيستم بيقعد فتره طويله جدا وهو سيستم كبير جدا، وسيستم بياخد وقت طويل جدا. فزي ايه؟ زي الايركرافت كنترول سيستمز، ان انت تعمل تصميم لكنترول سيستم بتاع طياره مثلا او كده. فحاجه زي كده انت بتحتاج ان انت تقعد تصممها وتتاكد كويس جدا بالتصميم، وتحط في حساباتك كل الاحتمالات الممكنه وكل البارازيتكس اللي ممكن تحصل وكل المشاكل اللي ممكن تحصل وايه كل الفاكتورز اللي لازم تاخدها في الكونسيدريشن بتاعتك. وبعد ما تخلص الديزاين تتاكد ان الديزاين ده مظبوط، وتعرضه على ناس اخصائيه تتاكد ان الحاجه دي مظبوطه. وبعد كده تبدا بقى ايه، خلاص خلصنا مرحله الديزاين، نبدا بقى نكرافت الحاجه دي، نبدا بقى ان احنا نصنعها ونتأكد من التصنيع بتاعنا ونتأكد من الماتيريالز اللي هنستخدمها وكل الكلام ده. وبعد ما نخلص نبدأ نتست، نتأكد ان الكلام بتاعنا اللي احنا عاملينه شغال وان هو فعلا نافع، والحاجة دي مش هارمفول بأي شكل من الأشكال، سواء للبيئة سواء للبشر سواء لأي كان. وبعد ما تخلص كل القصة دي بقى تحتاج بقى ان انت خلاص تبدأ تريليزه. فالكلام ده بياخد وقت كبير جدا، والكلام ده بيحتاج ان انت تدي وقت كافي لكل جزء من الأجزاء. يعني مثلا اول فتره، مثلا فتره الديزايننج مثلا سي هتاخد مثلا سي سنه مثلا، او اقعد سنه بديزاين الكنترول سيستم مثلا، وبعد كده اقعد مثلا سنتين مثلا بعمل ديفلوبينج او بكرافت السيستم بتاعي مثلا. دي ارقام افتراضيه يعني، بس يعني هي بتبقى حاجه في الرينج ده. انت تقعد سنتين مثلا تكرافت او تصنع الحاجه، وبعد كده تبدا بقى تست. هقعد مثلا سي شهر ولا حاجه بتست مثلا 1 مانث مثلا، بعد كده خلاص بقى دي بتبقى فتره الريليز. فهي دي فكره البلان دريفن، ان انا عندي خطه، انا عندي خطه والخطه دي متقسمه لنقط معينه، والنقط دي اللي انا بمشي عليها من الاول للاخر، فما بخرجش بره او ما بعملش درافتنج على البلان بتاعتي يعني. وبتبقى واضحه 1 2 3 4، انا هعمل 1 2 من اول شهر كذا لشهر كذا، وهعمل 3 4 من اول شهر كذا لشهر كذا وكده يعني.
بس هنا طبعا انت بتستيك تو ذا بلان، ما بتغيرش الخطه بتاعتك غير في الاخر خالص، فاي تعديل بيحصل في المرحله دي بيحصل هنا، ما بيحصلش في اي مرحله في الاول. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك this approach is based on controlled and rigorous software development processes that include detailed project planning requirements specifications and analysis and system modeling. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك ان انت الابروتش ده مبني ان انت تكون اتفقت او مش اتفقت، ان انت عندك rigorous software development. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انت عندك حاجه ثابته، حاجه فاكت، حاجه ما بتتغيرش وانت متاكد منها، وان انت خلاص منظمها وعامل لها كنترول فمتاكد من اللي هيحصل فيها، وعندك ديتيلز كامله عن المشروع وبخطط له من A to Z، فالموضوع بالنسبه لك واضح جدا والريكويرمنتس واضحه والاناليسيس بتاعك واضح وانت متفق على السبيكس كلها وكل حاجه مظبوطه، فالابروتش ده هنا بينفع. However, plan-driven development involves significant overheads and documentation and it doesn't support the rapid development and delivery of software. بيقول لك بس مشكلة الكلام ده إن أنت بتحتاج تقعد تديفلوب plan-driven development involves إن أنت بتقعد تعمل documentation كتير جدا، وإن أنت بتاخد وقت كبير جدا زي ما قلت لك. أنت هنا عشان تنزل السوق أنت محتاج تخلص الديزاين، محتاج تخلص الكرافتنج، محتاج تخلص testing، محتاج تخلص الدوكيومنتيشن وتنزل السوق. يعني أنت مش أقل مثلا من 4 سنين مثلا بالاكزامبل ده عشان تنزل، او 3 سنين مثلا عشان ده شهر، ف3 سنين عشان تنزل السوق. فانا بقول لك اصلا في اول سلايد ان انا محتاجك تنزل السوق بسرعه، فانت تقعد 4 سنين او 3 سنين عشان تنزل السوق، انت كده بتهزر. فده ده بينفع في حاجات وما بينفعش في حاجات. لو انا نازل مثلا في سوق محتاج سرعه زي سوفت وير مثلا، محتاج انزل مثلا ابلكيشن، فالابلكيشن ده مش محتاج، محتاج انزله قبل ما حد تاني ينزله، فلا ساعتها الكونسيبت ده ما بينفعش خالص. لكن لو انت بتعمل حاجه زي ما قلت لك Aircraft control system، لا دي حاجة أصلا مش محتاجة أنت تنزل بسرعة، على قد ما تحتاج إن هي تكون work efficiently وتكون أنت ضامن إن مفيش أي مشاكل فيها يعني. بعد كده بقى بيقول لك الأجايل ميثودز ديفلوبد أصلا في ال 19s التسعينات، وبعد كده هي اتعملت عشان تأدرس this problem إن هي تحل مشكلة إن أنت تقعد كتير على ما تنزل السوق. These methods focus on the software rather than its documentation، بتركز أكتر على software بدل ما أقعد أدوكيمنت الحاجة، وديفلوب سوفت وير in series of increments and aim to reduce process ما علينا يعني من الكلمه دي as much as possible. ماشي، فايه الفكره كلها ايه؟ الفكره كلها ان انت بتحاول ان انت تركز على السوفت وير اكتر ما تركز على الدوكيومنتيشن، بتحاول ان انت تطور السوفت وير مع في شكل increments بحيث ان انت تعمل جزء معين وبعد كده الجزء ده ممكن تنزله، وبعد كده تبدا تطوره، وبعد كده تنزل جزء تاني، وبعد كده تطوره، وبعد كده تنزل جزء تاني وهكذا يعني. الفكرة دي كلها بتقلل الأعباء بتاعتك وبتقلل إن أنت تاخد وقت طويل قوي على ما تنزل السوق يعني. طيب we are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others to do it. يعني يقول لك ان انت بتحاول ان انت تلاقي طرق احسن ان انت تعمل فيها تطوير للسوفت وير ده عن طريق ان انت تستخدمها وتساعد الناس انها تستخدمها. ف through this work we have come to value، ان انت بتحاول ان انت توصل للقيمه على طول. فان انا ازاي اعمل حاجه زي كده؟ بيقول لك individuals and interactions over process and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ الكلام ده بيقول لك ان انت بتحاول ان انت تقدر بقى يعني باكبر شكل ممكن ان انت توصل لاحسن استفاده ممكنه. فده بيحصل ازاي؟ عن طريق ان انت تخلي فيه تفاعل ما بين الناس على طول البروسيس. يعني ايه ما بين الناس على طول البروسيس؟ يعني انا كممبر او انا كديفيلوبر يبقى دايما في تفاعل ما بيني وما بين مثلا البروجكت مانجر مثلا، والبروجكت مانجر دايما بيتفاعل مع الكلاينت مثلا، والكلاينت يبقى برضه بيتواصل معايا، فاحنا كلنا نبقى على في تفاعل ما بيننا وما بين بعضنا، بحيث ان دايما البلان تبقى واضحه ما بيني وما بينهم، ولو حصل اي حاجه كلنا بنبقى انكلودد في اللي بيحصل، فكلنا شايفين وكلنا على درايه باللي بيحصل يعني. بعد كده بيقول لك ايه؟ working software over comprehensive documentation، ان انا يبقى عندي سوفت وير شغال وفعلا مطبقه وخلاص بقدر استخدمه، احسن ما اقعد مثلا 6 سنين بدوكيمنت في الحياه. طبعا 6 سنين ده رقم بافور يعني، بس هو يعني احسن ما اقعد كتير اقعد اكتب دوكيومنتيشن وكل فانكشن بتعمل ايه وكل مش عارف variable اسمه ايه والكلام ده كله. لا انا بركز ان انا يبقى عندي سوفت وير اكتر والدوكيومنتيشن تبقى حاجه اوتوميتد مثلا. بعد كده بيقول لك customer collaboration over contract negotiation. يعني ايه؟ يعني مثلا ما يجيش الكاستمر، انا دلوقتي في الاول خالص، في اول لما جينا قعدنا والله اتفقنا على 1 2 3 4،
واتبعت معاه وقلت له احنا هنعمل 1 2 3 4 وكتبنا الكلام ده في عقد. فهو ممكن مثلا في الاخر خالص لو انا شغال بالطريقه العاديه هو هيستلم مني الكلام ده مثلا بعد 3 سنين قلنا. فبعد 3 سنين افرض هو مثلا طلع ان انت الحاجه اللي انت عملتها دي كان في حاجه هو مش عايزها، او في حاجه مثلا لا انا قلت لك حاجه وانت فهمتها غلط، لا ده ما كانش قصدي، لا، فيحصل مشكله كبيره. يعني انا بقول لك بقى ان انا بخلي الكاستمر بيكالبريت معايا طول الوقت، هو شايف اللي بيحصل طول الوقت، شايف التعديلات، بطلع له انكريمنت انهانسمنتس كل شويه، بفرجه على الابلكيشن، بفرجه على الحاجه اللي عنده بحيث ان هو يبص عليها، ويبقى مثلا لو في حاجه هو قالها مثلا وطلعت مش زي ما هو كان متخيل فيقدر يقول لي التعليق بتاعه وانا اعدله. فهذه الفكره ان انت بتخلي الكاستمر انفولفد في الموضوع. ريسبوندنج تو تشينج اوفر فولوينج ا بلان، نفس الفكره ان لو في تعليق عند الكاستمر يقدر يقول لك عليه وانت ان انت تريسبوند على ريسبونس عليه على طول، بدل ما ايه فتتبع الخطوات اللي احنا كنا حاطينها في البلان وتطلع في الاخر غلط. يعني while there is value on the items on the right we value the items on the left more. يعني انت كده كده الحاجات اللي على اليمين دي ليها قيمه، يعني مثلا الدوكيومنتيشن حاجه ما ينفعش نستغنى عنها لان هي مهمه وبتعرف الشغل بتاعك وبتعرف انت عملت ايه، والناس اللي جايه بعدك لازم يبصوا على الدوكيومنتيشن عشان يفهموا، عشان ما يبداوش كل شويه from scratch. بس احنا بنقدر الحاجات اللي على الشمال اكتر، يعني مثلا ايه البروسيس اند تولز، احنا بنحب ان احنا نهتم اكتر بالانفيديوال اند انتراكشنز. بالنسبه مثلا للبلان، البلان مهم وكل حاجه، بس احنا بنحب برضه الريسبونس تو تشينج اكتر وهكذا. فالحاجات اللي على اليمين مهمه، بس الحاجات اللي على الشمال احنا بنهتم بيها ونحبها اكتر يعني. ماشي. بعد كده بيقول لك incremental development. ايه ال incremental development؟ all agile methods are based around incremental development and delivery. كل الطرق بتاعت الاجايل مبنيه على الكونسيبت ده. طيب product development focus on the software features where a feature does something for the software user. يعني ايه؟ يعني بيقول لك تطوير البرودكت بتاعك بيركز على الفيتشرز بتاعت السوفت وير، المميزات بتاعت السوفت وير، الحاجات اللي انت حاططها جوه السوفت وير بتاعك. كل فيتشر بتعمل حاجه معينه لليوزر، صح؟ طيب بيقول لك بقى with incremental development you start by prioritizing the features so that the most important features are implemented first. يعني بالincremental development انت بيبقى عندك شوية تاسك، انت بتختار من التاسكس دي ايه اهم تاسك انا اقدر استخدمها دلوقتي عشان انفذها، او مش هقدر استخدمها، ايه اهم تاسك محتاج ان انا ابدا شغل عليها، والله دي اهم تاسك، وبعد كده اجي اختار مثلا التاسك دي اقول دي تاني اهم تاسك وهكذا. بتبدا بقى ان انت تعمل لهم prioritization ما علينا، ان انت ترتبهم يعني. That the most important features are implemented first. Fine. You only define the details of the feature being implemented in the increment. يعني ايه؟ يعني انت عندك فيتشرز كتيره، فانت الفيتشرز دي ابستراكت. يعني ايه ابستراكت؟ يعني انا ببقى مثلا معرف والله انا عايز مثلا اعمل لوجن، عايز اعمل ساين اب، عايز مثلا اعمل بوتون بيجيب لي مثلا اوردر. فالديتيلز بتاعت الكلام ده انا مش عامل لها ديفينيشن، انا معرف بس الفكره، انا معرف بس ان انا عايز اعمل ساين اب، معرف بس عايز اعمل ساين ان. فالباك اند بقى بتاع الكلام ده واليو اي بتاع الكلام ده وهعمله امتى واحطه في اي صفحه ونافيجيت ليه ازاي والكلام ده كله انا مش كاتبه، لكن انا بكتبه امتى بقى؟ لما خلاص اقتنع ان مثلا الساين اب والله دي لا دي الحاجه اللي انا محتاج اعملها دلوقتي، فابدا بقى اركز على الايه الديتيلز بتاعتي. بيقول لك that features is then implemented and delivered. بعد ما بتخلص ان انت تحدد ال implementation بتاعك والديتيلز بتاعتك تبدا تعملها implementation، بعد ما تخلصها بتسلمها. ماشي. بعد كده بيقول لك ايه users or surrogates users can try it out and provide feedback to the development team. You then go on to define and implement the next feature of the team. يعني ايه؟ يعني اليوزر او اليوزر البديل، يعني اليوزرز الاثنين دول معناهم يوزرز، ان هم ممكن يقدروا ان هم يجربوا الحاجه، وبعد ما يجربوا الحاجه يديك الفيدباك. لو الحاجه دي ما عجبتهمش انت بترجع تحسنها وتطورها وبتسلمها في الايه في الفيتشر اللي بعدها يعني. ماشي. طيب الكلام ده جميل. هنا بقى ده ملخص، او مش ملخص، ده دايجرام للبروسيس بتمشي ازاي. انت اول حاجه خالص بيبقى عندك برودكت فيتشر ليست، بيبقى عندك شويه ليست كده، بيبقى عندك ليست فيها كل الفيتشرز اللي انت عايز تعملها. تعمل ايه؟ تختار فيتشرز منهم، تبدا تختار فيتشرز منهم، وبعد كده تبدا ان انت تحطهم في اول انكريمنت عندي. طيب وبعد كده انا ببدا الفيتشر دي احط بقى الديتيلز بتاعتها واشرح بقى الديسكريبشن بتاعها واقول كل حاجه عن الفيتشر، او ريفاين فيتشر ديسكريبشن، ابدا بقى اشرح كل حاجه عن الايه عن الفيتشر دي، اعمل لها امبلمنتيشن ازاي، طب شكلها يبقى عامل ازاي، طب تريسبوند ازاي، طب لو حصل ايرور يحصل ازاي، طب ايه مشاكلها، طب هي إيه بنستخدمها ليه اصلا، كل ده بيحصل ايه في الريفاين فيتشر ديسكريبشن. بعد كده بقى خلاص انا عرفتها، ابدا اعمل لها امبلمنتيشن بقى.
بعد ما اعمل لها امبلمنتيشن، خلاص عملت لها امبلمنتيشن، هل الامبلمنتيشن ده انا متاكد مليون في المية انه صح؟ لا مش متاكد. فعشان اتاكد اعمل ايه؟ اعمل تيستنج. طب التيستنج ده بيبقى عامل ازاي؟ في عندك اوتوميتد وعندك مانيوال، بس مش قصتنا دلوقتي. يعني بعد ما بتخلص الامبلمنتيشن انت خلاص خلصت فيتشر معينه، صح؟ يبقى انا كان عندي بلوك كده، ده البروجكت بتاعي وانا شغال على فيتشر معينه، هات بقى الفيتشر دي احطها في البلوك كده، انتجريت فيتشر انتو ذا سيستم. بعد ما بتخلص الانتجريت تقوم جاي تعمل ايه؟ ديليفر سيستم انكريمنت. يعني انت كده خلاص خلصت الانكريمنت ده، كل فيتشر انت بتعملها بتبقى انكريمنت بالنسبه لك. لو خلصت كل الفيتشرز خلاص انت كده خلصت السيستم بتاعك. طب لو ما خلصتش بترجع تاخد فيتشر جديده من الليست وتكرر الايه؟ وتكرر السايكل. بس هنا بقى شرح للكلام اللي احنا قلناه ده. فاول حاجه choose feature to be included in the increment. اول حاجه المفروض البرودكت فيتشر ليست، هنتكلم على السايكل نفسها يعني. فاول حاجه choose feature to be included in the system. فهنا بيقول لك ايه؟ using the list of feature in the planned product select those features that can be implemented in the next product increment. نفس الكلام اللي كنت لسه بقوله لك، انت بتستخدم الليست اللي انت كنت عارض فيها الفيتشرز عشان تختار واحده منهم وتبدا تمبلمنتها في next product increment. طيب ريفاين فيتشر ديسكريبشن، بيقول لك اد ديتيل تو ذا فيتشر ديسكريبشن سو ذات ذا تيم هاف ا كومن اندرستاندينج اوف ايتش فيتشر اند ذير از سفيشنت ديتيل تو بينج امبلمنتيشن. يعني ايه؟ يعني انت بتبدا تحط تفاصيل كتير جدا عن الفيتشر بتاعتك وتخليها حاجه الناس تقدر تفهمها عشان تقدر لما تيجي تعمل لها امبلمنتيشن يبقى عندك الايه؟ الديتيلز الكافيه اللي تخليك تكتبها. وبعد كده بيقول لك امبلمنت الباند تيست، بيقول لك امبلمنت ذا فيتشر اند ديفلوب اوتوميتد تيست فور ذات فيتشر ذات شو ذات اتس بيهيفير از كونسيستنت ويز اتس ديسكريبشن. يعني ابدا اكتب بقى الفيتشر دي، وابدا بقى ان انت تستخدم البروجرامنج لانجويج اللي انت عايزها عشان تديفلوب الفيتشر، وبعد كده تعمل لها اوتوميتد تيست عشان تتاكد ان الحاجات دي شغاله صح. طب انا ليه بعمل اوتوميتد تيست؟ عشان مش منطقي ان انا كل ما اعمل فيتشر اجيب واحد يقعد يجرب الموضوع بصعوبه وبايديه، عشان دي حاجه انا بعتمد فيها على الانسان والانسان ممكن يغلط، ودي حاجه مش ريلايبل يعني. Integrated feature and test. Integrate the developed feature with the existing system and test it to check that it works in conjunction with other features. يعني ايه الكلام ده؟ بكل بساطة يقول لك حط بقى الفيتشر اللي انت عملتها دي مع الديفلوبد فيتشرز اللي انت كنت عاملها اصلا قبل كده في السيستم، واتأكد ان هي شغالة كويس لما يحصل لها conjunction، لما تتجمع مع الباقي الفيتشرز. ده بيحصل فين؟ بيحصل في الانتجريشن بقى. تبدا تنتجريت وبعد كده تعمل انتجريشن تيستنج، ان انت تتاكد ان السيستم كله شغال مع بعض. لان ممكن انت تكون عامل فيتشر هنا وفيتشر هنا وفيتشر هنا، ولما تيجي تجمعهم مع بعض الدنيا تضرب. ودي حاجه كومن بتحصل كتير جدا يعني. بعد كده في الاخر بيقول لك deliver system increment، ان انت deliver the system increment to the customer or product manager for checking and comments عشان يتاكد ان الحاجه دي مظبوطه ويديك التعليقات بتاعته. if enough features have been implemented release a version for the system or for the customer use. يعني ايه؟ يعني لو انت خلاص already عملت features كفايه، انت شايف ان هم كفايه، خلاص انت ممكن تطلع first version او second version ايا كان عشان الناس تبدا تستخدمها. طيب بعد كده هنا بيقول لك في بقى ثلاث حاجات مهمة: involve with the customer, embrace change, develop and deliver incrementally. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ أول حاجة بيقول لك involve the customer. Involve customers closely with the software development team. Their role is to provide and prioritize new system requirements and to evaluate each increment of the system. يعني ايه؟ يعني تدخل الكاستمر، تدخل الكاستمر في الشغل بتاعك، تخليه بيبص على الشغل، يكون هو شايف اللي بيحصل، عشان لما يكون عنده تعليق او اي حاجه يقوله لك فانت تقدر ان انت ايه؟ تاخد الكلام بتاعه ده in your consideration. Their role is to provide and prioritize new system. يعني هو دور الكاستمر ان هو يحدد لك ايه الحاجات اللي انت المفروض تشتغل عليها دلوقتي. مش احنا قلنا فوق ان انت محتاج ان انت يبقى عندك برايورتي، كل فيتشر انت بتختارها بتختارها على اساس البرايورتي اللي انت اخترتها دي، ممكن تخلي الكاستمر هو اللي يعمل لك البرايورتيزيشن ده. طيب embrace a change، يعني ايه؟ expect the feature of the product and the details of this feature to change as the development team and the product manager learn more about it. adapt the software to cope with changes as they are made. يعني ايه الكلام ده؟ بكل بساطة بيقول لك توقع ان انت لما هتخلي الكاستمر والبرودكت مانجر بيبصوا على الكود بتاعك ويبص على الفيتشرز اللي انت بتعملها، هو هيبقى عنده وجهات نظر، فوجهات نظره هيخليك تغير في الحاجات اللي انت عاملها. فخليك دايما، خلي دايما الكود بتاعك او السوفت وير بتاعك ده adaptable، ان هو يكوب مع التغييرات المطلوبة دي، لان في الاول وفي الاخر انت عايز تسلم اليوزر حاجة هو عايزها مش حاجة اللي انت بتعرف تعملها يعني. develop and deliver incrementally، يعني بيقول لك always develop software products in increments, test and evaluate each increment as it is developed and feedback required changes
through the development team. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول لك دايما طور السوفت وير برودكت بتاعك بشكل increment. يعني ايه؟ تعمل فيتشر باي فيتشر، ما تعملش بالك وبعد كده تسلمه، لا اعمل فيتشر باي فيتشر وسلمها بالشكل ده، عشان لو حد في لو في تعليق ما يبقى التعليق على فيتشر صغير فتعرف تعدله بسرعه. لكن يعني انت لو عندك تعليق على بالك فمثلا يبقى عندك 8 9 تعليقات، فهتقعد تعيد تقريبا الشغل كله، فده حاجه وحشه. ما بيعملش كده في الاجايل. الاجايل فكرته ان هو ما يخلكش ترجع تعيد الشغل كله. الاجايل فكرته ان انت لو عندك مشكله في حته خلاص الحته دي ارجع اعدلها تاني، لكن ما يبقاش عندي مشكله في الاول. فاهم؟ انت عندك مشكله في جزء من الكل لكن ما يبقاش عندك مشكله في الكل. وهي دي فكرته، ان هي بتقلل لك الوقت. فانت ممكن تاخد وقت كتير في التاسكايه الواحده، لكن اوفر اول الوقت كله هيقل، مش هيبقى عندك مشكله ان انت تريدندنت الوقت اللي انت اشتغلته قبل كده يعني. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها مينتين سمبلسيتي وفوكس اون بيبل نوت ثينجز. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه مينتين سمبلسيتي، فوكس اون سمبلسيتي ان بوث ذا سوفت وير بينج ديفلوبد اند ان ذا ديفلوبمنت بروسيس، وير ايفر بوسيبل دو وات يو كان تو اليمينيت كومبلكسيتي فروم ذا سيستم. يعني ما تجعلصش الدنيا، ما تخليش الموضوع صعب، ما تبقاش انت فاكر ان كل ما الموضوع يبقى صعب وكومبليكيتد كل ما الموضوع بالنسبه لك هيبقى احسن. لا، الدنيا ما بتمشيش كده. الدنيا بتمشي ان انت كل ما الموضوع يبقى بالنسبه لك سهل، كل ما الناس تبقى بتفهم الكود بتاعك، كل ما الموضوع بالنسبه للناس يبقى بسيط، كل ما يبقى احسن. حاول دايما تحافظ على السيمبلست. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك focus on people not things. يعني trust the development team and don't expect everyone to always do the development process in the same way. Team members should be left to develop their own way of working without being limited by prospective software processes. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول لك صف الناس بتاعتك، صف الناس اللي شغاله، وما تبقاش متوقع دايما ان كل واحد هيعمل الديفلوبمنت بروسيس بطريقه واحده او بطريقه ثابته. لا، ما تفكرش في الثينج، ما تفكرش في الاشياء، فكر في الشخص ده، فكر ان الشخص ده هو اللي بيطلع لك البرودكت، وان الشخص ده لو مبسوط او كويس او مرتاح هو هيطلع لك احسن حاجه من عنده. خليه دايما يحاول دايما ان شغله يبقى كوف وشغله يبقى مناسب ليك ويطلع لك احسن حاجه يقدر عليه. طيب دلوقتي هنخش على حاجه اسمها اكستريم بروجرامينج. طيب ايه الاكستريم بروجرامينج ده؟ تعال نشوف. The most influential work that has changed software development culture was the development of extreme programming. يعني بيقول لك من اكتر الحاجات اللي اثرت على software development الاكستريم بروجرامينج. The name was coined by كنات باك، ده الشخص اللي اصلا عرف الاكستريم بروجرامينج. عرفه سنه 1998 because the approach was developed by pushing recognized good practice. يعني ايه؟ يعني هو عرفه في السنه دي لان الابروتش ده بالنسبه له كان بيساعد ان انت تعمل جود براكتس، يخلي دايما ان ده الطريقه الاحسن ان انت تعمل بيها الشغل ده. such as iterative development to extreme level، ان هو خلى الموضوع حاجه عماله تتكرر كل شويه، انا بمشي على الموضوع بنفس الطريقه فالموضوع بالنسبه لي بيبقى كويس. بيقول لك extreme programming focused on 12 new development techniques، ركزت على 12 تكنيك، هم دول اللي agreed to rapid incremental software development change and delivery. يعني هم دول اللي ساعدوا في ان انت تخلي الموضوع بتاع سوفت وير ديفلوبمنت يبقى سريع ويخليه incremental وكمان يغير في طريقة التوصيل. بيقول لك some of these techniques are now widely used, others have been less popular. يعني في حاجات منهم بتستخدمها كتير وحاجات لا ما بتستخدمش قوي. يعني بيقول لك the most widely used XP techniques هيبقى هما الهايلايتد ان ريد، انا هوريك الصورة اللي تحت دي. فيقول لك الحاجات الحمراء هما دول اللي اكتر حاجة مستخدم، وغير كده هم موجودين فين؟ مشروحين في الكتاب يعني. طيب ايه ال 12 حاجه؟ عندك مثلا تيست فيرست ديفلوبمنت، كونتينوس انتجريشن، انكريمنتال بلاننج، كولكتيف اونر شيب، بير بروجرامينج، سستينابيلتي بيس، اون سايت كاستمر، سمبل ديزاين، سمول ريليزز، ريفاكتورنج. هم دول ال 12 دول اللي بيعبروا عن الاكستريم بروجرامينج بتاعي. طيب هنا بقى هتلاقي الشرح بتاع كل واحدة فيهم. Incremental Planning User Stories نفس الفكرة اللي كنا بنتكلم عليها، إن أنت دايماً there is no grand plan، ما عندكش خطة، أنت كل شوية بتعمل features وتطورها وتشوف الفيدباك وبعد كده ترجع تعدله وهكذا. The stories to be included in a release are determined by the time available and their relative priority. يعني إيه؟ يعني القصص أو الحاجات اللي اليوزر بيحطها لك أو ال constraints أو التخيلات أو التصورات بتاع اليوزرز دي بتبقى included في الريليز عشان تقدر تحددها بالوقت بتاعك وال priority بتاعتها يعني. تاني حاجة small releases، إن أنت the minimal useful set of functionality that provide business value is developed first. Releases of the system are frequently and incrementally added
functionality to the previous releases. يعني ايه؟ يعني انت بتطلع في اول ريليز خالص البيزك functionality بتاعت الابلكيشن بتاعك. انت مثلا عامل ابلكيشن مثلا اوبر مثلا، فاهم؟ انت بيزك بيزك فانكشناليتي بتاعتك ان انت تديليفر عربيه، ان انا اطلب العربيه تجي لي، بعد ما العربيه تجي لي توصلني وتحاسبني، ده بيزك. فانت عشان تطلع ابلكيشن لازم تكون بتعرف تعمل كده. ايا كان بقى الفيتشرز الزياده بتحصل بقى في الايه، في الانكريمنت، مثلا عايز احط سكوتر، عايز احط باص، عايز اعمل مش عارف ايه، ايا كان الحاجات دي كلها بتبقى في الانكريمنت بقى بتاعتك. فانت بتعمل ريليز باي ريليز يعني. بعد كده بيقول لك تيست دريفن ديفلوبمنت. هنا instead of writing code then tests for that code developers write the tests first. الفكره دي غريبه شويه. بيقول لك ان انت بدل ما تكتب الكود بعد كده تعمل له تيستنج، لا، هو بيقول لك اكتب التيست وبعد كده اعمل الكود بتاعك على اساسه. يعني هنا بيقول لك انت الفكره دي بتخليك تغطي افكار اكتر كتير، وتبقى انت عارف كل الكيسز وانت بتديفلوب، ما تبقاش ان انت لسه هتشوف ايه المشاكل اللي انت بتشوفها الاول بعد كده بتكتب الكود على اساسها. يعني بعد كده بيقول لك continuous integration. فكرتها ان انت كل ما تعمل فيتشر معينه تدخلها في الكود، كل ما تعمل فيتشر معينه تدخلها في الكود، بس ماشي يبقى عندك بالك تقعد تجمعه سوا، لا، كل ما تعمل فيتشر صغيره تدخلها في الكود على طول. ريفاكتورينج، كل شويه اقعد تدور في ان انت ايه الحاجات اللي انت الحاجات اللي موجوده ان انت ازاي تحسنها كل شويه. بيقول لك هنا ريفاكتورينج means improving the structure, readability, efficiency and security of a program. All developers are expected to refactor the code as soon as potential code improvement are found. This keeps the code simple and maintainable. يعني ايه؟ يعني بيقول لك بكل بساطة انت لازم ان انت دايما تحاول تحسن الاستراكشر او الشكل او القراءة او الافيشنسي بتاعة البرنامج بتاعك، وتحاول ان انت تحسن له السكيورتي. لو في اي حاجة فيهم ما كانتش مظبوطة او مش احسن حاجة، حاول ان انت كل شوية تعمل لها ايه؟ تعمل لها تطوير وتخلي الديفلوبرز بتوعك بيشتغلوا عليها. فده لما بيكون بشكل دوري، كل ما بيخلي انت عندك بوتنشال كود امبروفمنت، كل ما بيحسن الكود بتاعك بيخلي الكود بتاعك ابسط وكمان سهل ان انت تصلحه. بس يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاول بتاع الاجايل، والمفروض الجزء اللي جاي بقى يتكلم على السكرام وفكره السكرام وازاي ان احنا نقدر نستخدمه. واصلا السكرام هو عباره عن اجايل ميثود يعني. بس فأتمنى يكون الجزء اللي فات ده كان بسيط وسهل يعني. شكرا.